بونجور مازال سمر موجودة؟ لحظة تعيط لها. ميرسي سوسن. بونجور. تأخرت عليكي؟ لا أبدا على الوقت. أنت ناسي عندي جاكيتك وتليفونك. صراحة ما بعرف كيف نسيتهم. إيه بركي التهينا بالحديث امبارح. ما بتحبي تروحي بالأول على المستشفى ولا على الشركة؟ بدي أعزبك على المستشفى وبعدين على الشركة. أرددني شوي برشا. مرسي إنو جيتو عن جد. خوفتين عليك. صرتي أحسن إيه؟ لك رمزي وين؟ عم بيخلص وراء الانشورنس هلا بيجي. قال لي إنو رح يطلعوك اليوم. نام عندك كل الليل؟ إيه مع إنو قلت له مش عايزة حدا ينام عندي. كيف الحديث هذا؟ ضروري ضل معك. بدي بقى يظهروني من هون. شو حياتي؟ وين سمر وفادي؟ اضطروا يفلوا لأنه سمر عندها اجتماع بالشركة. ايه مزبوط. خلصت المعاملات؟ ايه خلصت المعاملات. بعد في انه ناخد صورة الأشعة ونطمن بالنا. اوكي؟ رمزي بشرفك قول له خلص بدي فل من هون. هيدي خلص رح نروح. انا وعدتك اليوم من فل. دموازيل فينا ننزل على الأشعة؟ شو عم تفكر؟ عم فكر فيكي وبوضعنا. عم فكر بالنهار اللي رح تكبري فيه وتصير شيء مهم. إذا رح تنسيني. ما بدي أسمعك عم تحكي هيك أبداً. أنا بحب كل شي فيك. إحساسك الحلو وشعريتك ورقتك رسائلك اللي كلها شعر وأغانيك اللي بتفوت على القلب. بتتذكر لما كنا صغار وضربنا سرمد ابن عمو العاصم كيف دفعت عنه؟ إيه بتذكر كنا صغار. نحنا مكتوبين لبعض من نحنا صغار. القدر هيك بده. قدر؟ بتعرفي رنام؟ أوقات بقول شو اللي بيخلي بنت حلوة مثلي متعلمة فهماني وقريباً مهندسة قد الدنيا ما تتعلق بشاب مثلي؟